اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج ابشر. ما زلنا مستمرين مشاهدينا في تسليط الضوء على حمله مدرستي اجمل برعايه السيد رئيس الوزراء الاستاذ المهندس محمد شاع السوداني، انطلاق حمله مدرستي اجمل فريق التواصل الالكتروني في المدارس. طبعا هاي الحمله مستمره، صورنا لكم اكثر من مدرسه، صورنا في منطقه الشعب وكذلك في ساحه التحرير. قبل ما كانت المدارس يعني يعمروها ويرتبوها، وصورنا بعد تعميرها وكانت عندنا ملاحظات وكذا. واليوم ايضا اكو عندنا مدرسه اخرى، هاي المدرسه اللي هي يسموها المدرسه المستنصريه الابتدائيه المختلطه الصديقه للطفل والدمج التربوي الشامل. طبعا راح نلتقي بالمديره، ومو بس هيشي راح نعرف هاي المدرسه شنو اللي كان بيها من نواقص، وحمله مدرستي اجمل شنو اللي قدروا يغيرون من واقع هذه المدرسه. أنا قبل ما أصور التقيت بالمديرة والكادر التعليمي ودخلت بالصفوف وشفت الوضعية. فرحانين فرحانين، أكو صبغ وأكو إعمار وأكو إنجاز وأكو حديقة ترتبت ما كانت بهالشكل هذا، وأكثر من حديقة أكو موجودة، أكو وعد كان هناك لي ورا شايلي كله مرتبي، لكن أكو بعض الاحتياجات يعني المفروض تلبى. إن شاء الله راح نحاول نركز عليها حتى أيضا بالمراحل المقبلة يتم تجهيز هاي المدارس حتى يقدر المعلم يقدم منجز ويشعر براحة أنه هو موجود بهاي المدرسة، إمكانياتها موجودة من مختبرات من رحلات من صبورات. احنا شفنا حتى جايبين صبورات جديدة، رحلات، أكو شخص تبرع للرحلة، تبرع يعني للمدرسة أنه الرحلة يخلي لها هيجي فد سفنجة أسروي لكم إياها بس بفتشي مرتب. والأمانة هم جايين دي يشتغلون طبعا كليتهم ودي يرتبون، وهذه يعني هم بعدهم ما مفتتحيها، هسه راح يفتتحوها بعد فد ربع ساعه نصف ساعه تقريبا هيك شيء، بس احنا جينا قبلهم. اوكي، ليش؟ حتى تعرفون احنا نحاول جهد الامكان انه كل شيء يكون تلقائي. لذلك احنا نريد هسه ست ميسون. السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا ست، شلونك؟ شلون الصحه؟ الله يخليك. ست ميسون وينها؟ الله يحفظك. وهذا الشريط مشاهدينا الكرام اللي راح اعتقد الاستاذ عدنان العربي راح يكون موجود، والاستاذ قاسم البديري. الاستاذ عدنان العربي هو رئيس قسم التواصل الالكتروني الحكومي، والاستاذ قاسم البديري اللي رويناكم اياه وصورناه باكثر من حلقه، حاولنا جهد الامكان انه راح ادخل منه انا مشاهد الكرام. صورناه وشفناه رجل متفاعل جدا، طبعا اثنيناتهم صار عندنا العربي يتحرك باتجاه المحافظات ويفتر ويشوف المدارس اللي تحتاج الى مد يد العون لها من قبل حمله مدرستي اجمل، وايضا الاستاذ قاسم البديري ينفذ ويتابع وكذا. فحقيقه فشيء كلش مرتب. على كل تعال ويانا ندخل نشوف هاي غرفه المديره، وهنا المعاونين. تمام، هاي غرفه المعاونين. مو زين، وين هست ميسون؟ ماكو ست ميسون، ما اعرف وين. على كل خلينا نشوف هذا يعني فالترتيب هو لطيف، ولكن هم طبعا عندنا ملاحظات عليه. التعليم، اللعب، الصحه، الاسره، الحمايه، التعبير عن الراي، عدم التمييز، الحياه، الغذاء، المساواه، كلها نقاط مهمه. ست ميسون عذرا، لا تشرب شاي ست ميسون، اشرب الشاي. وبالتالي بدأوا يجون مشاهدين الكرام، الأخوة، الجهات الأمنية، الأمانة، الجهات الساندة لحملة مدرستي أجمل ليتجمعون. هاي هي غرفة الإدارة، هنا من بدأ تشوفون هنا. تعالوا ويانا، تعالوا بلا زحمة عليكم، تعالوا ويانا شوفوا هنا هاي الغرفة مال ست ميسون، غرفة الإدارة، ناس سجلات ما أعرف شنو. هاي الحديقة ما أدري بدها تبين عندك أستاذ أحمد، ما تبين. فشي مرتب وحلو، اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، بس ما اعرف اني لحد الان شنو معاناتها، ايش تحتاج هي كمديره ايضا. المدرسين، غرفه المدرسين، ما اعرف شنو اللي يردوه ما يردوه. انا عندي بعض الملاحظات على غرفه الاداره. السلام عليكم، مرحبا سيد. طبعا يحضرون هم بقلاوه وما اعرف شنو ترتيبات وكذا. مرحبا سيد، بلا زحمه عليك. هاي غرفه المعاونات، ممكن بصراحه تقولي لي شنو تحتاج هاي الغرفه؟ مثل شنو؟ تحتاج دواليب، لان هاي دواليب قديمه. دواليب قديمه. سبلت. ايه. باستمرار يعطل ونغيره. هذا اشتغل على الوطني اكيد. طبعا على الوطني، اهم فقره انه الكهرباء دائما تكون مستمره. مولده كبيره تتحمل الصفوف.
عندكم 17 صف تمام؟ عندنا 17 صف غير تمام. المرسم غير المختبر غير الارشاد التربوي كل شغلات تحتاجها المدرسه، هي المدرسه صراحه قديمه يعني من 1971. زين وبهاي الحمله مال المدرسه هي اجمل شويه صار تغيير يعني؟ طبعا اكيد صار شويه تغيير بس يعني نتامل بعد ان شويه يعني أكثر. اكثر 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 ان شاء الله. يلا بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. اذا ايش قالت المعاونه؟ ست المعاونه قالت بحاجة إلى سبلت، طبعاً مو بس هنا أكو بغرفة المدرسات أيضاً. إلى شاشات يعني نتمنى إنه أكو يكون مختبر أو صف خاص للغة الإنجليزية مثل ما المختبر العلوم مثل مرسم أيضاً الإنجليزية يحتاج يعني مادة أساسية ونحتاج شاشات عرض أكثر من اللي موجود عندنا. هسه إن شاء الله من يجي أستاذ قاسم راح أقول له بالتنسيق ويا الست نسيت اسمها الممثلة عن وزارة الصناعة لأن هي ذاك اليوم كانت موجودة بأبو تشير بالعشوائيات جابوا سبالت لهم نعم. فنكلفها تجيب سبالت يعني فالطريقة يعني نتمنى مشاهدينا الكرام المسؤولين سيد وزير الصناعة المحترم بصراحة أنه ما بيهش يعني قدم دعم للمدارس من خلال أنه قدم لهم أو أتبرع لهم بسبالت بغية أنه راح يجينا صيف قاتل وحار جدا حتى يقدرون يمشرون أمورهم بالإضافة إلى وزارة الكهرباء تدعمهم بمولدات ترى كلها سهلة بالله العظيم وأخلق جو ممتاز للدراسة والكذا والمدرس يقدر ينطي عطاء أكبر. شكرا 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 شكرا. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون ستمي شلون الصحة الله يخليك. احنا دخلنا بال احنا بالزحمة دخلنا بال بغرفة المديرة غرفة حضرتك لأن انت قلتي لي اشرب شاي وكذا بس رويتهم للسادة المشاهدين كان مرتبة وشور كذا اي الله يخليك تقاوي المعاونة أوكي. نعم اي اريد ادخل بال بس قبل ما ادخل بغرفة المعلمات اي شلون تشوفين المدرسة بعد اعمارها؟ والله الحمد لله يعني ما اريد مجاملة لا بدون مجاملة شفنا فرق لانه هي كانت وضعيتها تعبانة رغم دعم التربية ودعم الأستاذ الدكتور فلاح القيسي للمدارس الدكتور فلاح القيسي اعرفه ومصور وياه وشخصية جدا راقية ورائعة كلش اتذكره كل الزين كلش مطي مجال للإدارات تشتغل وللمدرسة بس شنو منصبه هسه هو؟ مدير عام تربية الرصافة الأولى آه. وشرفنا به طبعاً إحنا فقدناه فترة والحمد لله هسه رجع لنا وكلش فرحنا برجعته لنا لأنه يعطي مجال للإدارات تشتغل والحمد لله هسه ويا مبادرة السيد رئيس الوزراء مدرستي أجمل ناشدنا لانه نريد احنا دائما الانسان يطمح للاكثر واللي يعني يحتل مركز بالمدرسه او باي دائره يطمح لها ان تكون اجمل واجمل واحلى صح. فالحمد لله ناشدنا سيد رئيس الوزراء وما قصر بالعكس كانت المده كلش قصيره تفاجئنا بالكادر كله كلش قد انجزوا هذا العمل والله يمكن اسبوعين اسبوعين ثلاثة وش مدرسة كبيرة ما شاء الله كلش كبيرة وكان يراد لها شغل يعني مو مجرد تلحيظات لا كان يراد لها شغل الصفوف كانت تعبانة يراد لها الرطوبة تعرفوا هاي الشغلة كلها تداوت وكلها انصبغت يعني بحيث عطلت نص السنة لما اجينا شفنا مدرسة غير لطيف. شفنا خلينا ندخل بوحدة من الصفوف يا اهلا وسهلا تفضل خليكم ويانا مشاهدينا الكرام راح ندخل بوحدة من الصفوف ونشوف شنو اللي زين اكو سبلت بالموضوع ست ميسون اكو سبلت بس عاطل عن العمل اي والله كم سبلت عاطل عندك والله هنا احنا بغرفتي سبلت بغرفة المعاونين والمعلمات وثلاثتهن عاطلات الحمد لله ما يشتغلن لا وطنية ولا بالصيف احنا نداوم مأساة حقيقية راح نسوي مناشدة للجهات المعنية السلام عليكم صباح الخير الله يحفظكم سريحو مرحبا ست شلونك شلون صحة اريد بس تحكي لي مرحبا ست شلونك شلون صح بس قولي لي شنو اللي صار هنا بالصف يعني اول شيء هذا الصف طفت القوه تعال ما يخالف داير مستمر اي صف الاول ما كان بهالترتيب هذا ولو احنا يعني دائما نسعى جاهدين انه الصفوف الاوليه تكون غير لان هذول اطفال ولازم نشجعهم والمعلمات الاول وسترغد يعني بمقدمتهم ما يقصرون زين بس هسه لا غير شكل بالنظافه دا اشوف الطلاب حتى مشجعين اكثر ويخافون على الحائط حتى لا ياذوه زين طبعا وبتعاون سترغد وتعاوننا والاهالي جا
جابوا هالتلفزيون هذا البلازما حتى شويه نعرض بيه، بس انا املي انه يكون للمدرسه كليته، يعني كل صف تكون بيه بلازما. دنس عائلها. حتى شو تسوون بيها البلازما مثلا؟ اكو عندنا برامج او دروس تحتاج انه مو بس يسمعوها من المعلم او مو بس يقروها، لا بالعكس من تصير نظري وسمعي ولحصير ايضا همنا حركه، خاصه اذا افلام كارتون الطفل يتقبلها اكثر. الطفل يتقبلها. هسه طفت الكهرباء، بعد قد يلا تجي؟ والله هاي الساعه اكثر ومولده ما عندنا للاسف، مولده صغيره ويعني الحمد لله. سيت اسم حضرتك؟ رغد. شو بدك تدرسيهم اليوم؟ اليوم عندي قراءة. والله زين، منو اشطر طالب قديش؟ صلوات وزينين. كلهم زينين؟ كلهم زينين؟ زين اريد واحد من عندكم يجي يقوم يقرا لي ايش مكتوب على السبورة. تعالي حبيبتي تعالي. شو اسمك حبيبتي؟ احمد. الشراف يا وردة، يلا راح افقري لي ايش مكتوب؟ شامل شرطي المروري، شامل شرطي نشيط يقف في الشارع. هنا هذا شنو هذا؟ في. شو نقول عليه الفي؟ حرف جر. زين اذا هو حرف جر الكلمة الورا شلون تكون؟ اسم مجرور. يا حركة؟ كسرة. وين الحركة راوي ليها؟ ممتاز ممتاز. كملي كملي رهف. مع طلوع الشمس يساعد الناس على عبور الشارع. هنا يا حلوة ليش قلنا عبور الشارع؟ ليش ما لفظنا شنو هنا عندنا؟ همزة وصل. شو نقول على همزة وصل؟ همزة وصل محلاها نكتبها وما نقراها. الله صفقولها. ممتاز 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 ممتاز. نشكرك بالتوفيق بالتوفيق. عندك فد شيء ملاحظة تقولي يا سيد؟ والله أريد يعني المدرسة. هسه بعد انصبغة المدرسة. أي. صبورات ساعة. ها مشاهدينا الكرام، هاي الجسم اللي أريد أقول لكم عليها، هاي الرحلات وهاي اللي المتبرع. الدوشة مو متبرع. جاب هاي الدوشة متبرع. ما ممكن نقول اسمه؟ أي عادي اسمه أستاذ خالد وطالب بته مو هنا. ما جاية أبو نورهان. اللي هو تبرع بيها. جاب دوشمة. دوشمة أخذ قياسات وسواها برا، إجا هنا بس مشدها. كم رحلة سووها؟ والله صف سوى هذا الصف وسوى صفين فوق همين. يعني ثلاث صفوف. ثلاث صفوف سواها. إحنا نشكره نشكره. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. بس أكو ملاحظة بسيطة، يعني هسه مثلا كهرباء ماكو، هاي هنا لازم مولدة. لازم مولدة تدخل بالموضوع، يعني ما يصير. صح أكو إنارة وكذا وهيك شيء، بس لما تكون اكو كهرباء الاستيعاب يكون اكبر، يفتهم الطالب احسن. اوكي عيني، وراح نحكي بالمولد ان شاء الله. يلا تفضل سيد. هسه وين راح تودينا؟ لا هسه نشوف حتى نشوف اذا. مرحبا سيد، بين ما انت توقفين هناك بس اريد اخذ لقاء ويا. مرحبا سيد، شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يخليك. مبروك على هذا المنجز. جميل جدا، واحنا ممنونين من سياده رئيس الوزراء على هاي المبادره الجميله لاحياء مدرستنا ومشروعهم الحلو مدرستي اجمل. لطيف. وان شاء الله اجمل واجمل ان شاء الله. ان شاء الله. بس انا دا احس اكو حزن عندك هيك، ما اعرف تريدين تقولي لي فد شيء؟ ما ادري والله. انا عندي مناشده لرئيس الوزراء. انا درست كليه بالتربويه المفتوحه مع المعلمين. نعم. قسم الارشاد التربوي. نعم. ما انحسبت لي الشهاده انه معلم جامعي. نعم. الا انزل للدرجه السابعه. نعم. ما عدا كل الاختصاصات تغيرت ما عدا الارشاد التربوي. فناشده يعني انه يتغير عنواننا الوظيفي من معلم الى معلم جامعي، وحتى لو امارس حقي يعني انه اكون مرشده تربويه. فهذا قديش خدمه؟ خدمتي 20 سنه. وهسه شنو جد تعلمين؟ أنا معلمة علوم هنا. علوم. صف رابع ابتدائي. نعم. عندكم وسائل إيضاح وهيك شيء؟ والله موجود بس مو بالمستوى. وين وين مختبر العلوم؟ مختبر علوم تفضل. تعال خلينا نشوف مختبر العلوم مشاهدينا. علي كيفش بس تبين ما الأستاذ أحمد. إيه. وين المختبر مال العلوم؟ هاي غرفة المعلمات، بعدين نجيها مشاهدينا الكرام. إيه. طبعاً الكهرباء طفت مو؟ نعم. ما عندنا مولدة. ماكو مولدة. تفضل تفضل. هاي غرفة العلوم. مختبر العلوم. مختبر العلوم. طبعا هذا بمجهود الإدارة ومجهود معلمات العلوم. بس لطيف. لطيف حلو. يعني خلينا نقول على حسابنا الخاص. ما عدا إلا بعض الوسائل اللي أخذناها من الدولة. شنو هي الوسائل؟ هذه الموجودة على ذني. مشاهد الكرام طبعا ذني موجودة كلها تنبغ.
اي هاي موجوده كلها بشارع المتنبي وسوق الصراي، موجوده كلها هاي شو اسمه، واسعارها مزينه. يعني يمكن اذا اكو جهات تتعاون فيما بينها من اجل انه توفر مثل هيك اشياء بالمختبرات الموجوده بالمدارس، ضروري الله يحفظكم، لان هاي توصل فكره اسرع. بالنسبه للشاشه بالنسبه لهذه الطاولات احنا الاستولات شنو احنا 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 يعني شنو معلمات المكتب العلوم تجمعون من الخاص من رواتبكم من رواتبنا عم تاخذون من الطلاب؟ لا هذه كلها من عندنا احنا، سوينا المختبر اصلا ما كان موجود. زين فنريد دعم نريد الدعم من سياده رئيس الوزراء النهوض بالعمليه التربويه. انت تعرف الطلاب اذا بالنظر بالتجارب يقتنع اكثر صح، لكن بالنظر فقط انه دراسه لا صح، يشوف بعينه صح. احنا الاسا نتذكر، انا اتذكر لما كنت صغيره التجارب اللي نسويها بمختبراتنا، هسه لا، هسه كل شيء ما متوفر. اريد يعني اريد بعد اكثر ونقدر يتوفر. نقدر طبعا نقدر. ان شاء الله بجهودي وجهودك مثل هاي الشاشات مثل هاي ضروريه بكل صف، هسه التعليم هسه صار افضل انه اني بدل ما اسوي له تجربه بسيطه يشوف بعينه، وإذا نزلهم وده يشوفون أكو أشياء. مثل أنا عندي صف رابع الوقود الأحفوري، ما تدخل بذهنه الوقود الأحفوري، لما أجيبه هنا ويشوف الوقود الأحفوري واستخراجه من باطن الأرض والعمليات التكرير وكذا راح يقتنع أكثر الطفل. زين هذا مو المفروض يربط بإنترنت وهيك شيء؟ رابطه مودم كله على حسابنا، كله على حسابنا. لطيف لطيف الحمد لله والشكر. أنا أشكرك جدا. أهلا وسهلا. أشكرك جدا، أشكرك الله يخليك. إذا مثل ما تشوفون مشاهدين الكرام هذا مختبر العلوم، ما زلنا لحد الآن ننتظر أنه يجون الجماعة، بس أنا اتصلت بهم قلت لهم أنا راح أبلش بالحلقة لين حتى نستثمر الوقت، وبنفس الوقت أنه نحاول جهد الإمكان نسلط الضوء على الجهود المبذولة وأيضا الهموم اللي يعانون من عندها. السلام عليكم. مرحبا، شلونكم عيني؟ شلون صار غرفة المعلمات؟ شلونكم يابه؟ شلون الصحة؟ دافية غرفتكم ما شاء الله، مشغلين صوبة؟ اي طبعا. جيد. هاي الصوبة منين اشتريتوها؟ احنا جمعنا وشرينا. هاي منها؟ اشتريت. بيش اشتريتوها هاي الصوبة؟ قبل سنتين هيجي 60-70 ألف تقريبا. مبلغ بسيط يعني. جيد. زين. شنو معاناتكم؟ عندكم معاناة؟ عندكم معاناة معينة؟ مثل شنو؟ ويا الطلاب؟ يعني الطالب اللي في مشاكل، الطالب اللي عنده مشاكل يعني نحاول احنا نحلها، نحاول نشوف شنو سبب المشكلة. ممتاز. او نقول الضعف اللي عنده بيا نقطة نحاول نحلها همين نساعدهم. انت شخصية إيجابية تجد الحل وليس طبعا اكيد احنا بعد احنا اساس احنا التربية والتعليم. ممتاز ممتاز. زين هسه انتم هاي غرفة المعلمات تمام؟ نعم. مقتنعة انت بهذا الأثاث؟ والله هذا تعبان. اي ايش تحتاج غرفة المعلمات؟ عندكم غرفتين مال معلمات صحيح، لان احنا عدد الكادر ما شاء الله يعني عدد يعني عدد نقول لا بأس به. شنو اللي تحتاجه؟ بصراحة يعني أثاث نحتاج، هاي احنا نقول عليها دواليب. دواليب اي دواليب قديمة يقدر أستاذ أحمد يصورها بالضبط. بلا زحمة قديمة كلش قديمة الدواليب. يعني شوف حتى هذا عندنا سفلت عاطل. سفلت عاطل يعني بعد المبردة حتى موديلها قديم يعني مو مال هسه. وهاي المبردة هاي المبردة مربوطة بتانكي مال مي هاي المبردة؟ لا لا لا. احنا كل وقت تفرغ يعني العاملة نجيب الصندة وتمليها. تصير مي جوا وما أدري طبعا شو أكيد أكيد هذا الشيء نعاني من عنده. بعد شنو تحتاجون هنا؟ يعني احنا نريد هذا الأهم شيء هي الإنارة بيها. زين والاثاث يعني قصدك مولده تحتاجون للمدرسه؟ مولده يا ريت اذا اكو، احنا عندنا مولده بس تعرف يعني المولده صغيره ما تكفي المدرسه كلها. اي اكو مولده بس صغيره. شنو رايك بالانجاز مال مبادره مدرستي اجمل؟ حلو حلو. تغيير مدرسه شكلها اي طبعا اكيد احنا نريد شيء للاحسن، نريد شيء للاحسن تردون بعد احسن طبعا. أوه. اكيد احنا نطمح لهذا الشيء ان شاء الله يعني ما تخسرون ان شاء الله ولا شيء سووه كلش حلو يعني. ماكو اي شيء للاداره كله بس للطلاب. صحيح بس للطلاب. بس للطلاب. يعني احنا هسه محتاجين دواليب للمعلمات خاصه بالصف يعني احتاجها للبطايق للنتائج للدفاتر للوسائل. زين والادارات اثنينهم انت مثل ما تشوف. اذا اكو نقطتين استاذ. تفضلي اختي تعاي هي اللي بصراحه غرفه الاداره حتى هناك ما صار بها اي اهتمام. صحيح دخلنا بغرفه المعاونه شفناها بالضبط قالت اريد دوالي ماكو مو زينه نفس وكذا اي بس شيء واحد احنا المعلمين نعاني من عدم التحاسب الضريبي كل سنه يطلبوه من عندنا
كرخ ورصافه، الكرخ ما مشمولين بس الرصافه. شنو السبب؟ شنو يعني تحاسب ضريبه على شنو؟ على انا زوجي كاسب فكل سنه يردون من عندي تحاسب ضريبه لازم اجيبه لهم للتربيه حتى يقتنعون زوجي مو موظف واني ضامه على الدوله. هسه انا بعد لسنه اطلع تقاعد مو مشكله، بس الباقيات كلها عاني من هالمشكله. لما تروح للضريبه وتجيب التحاسب الضريبي 100 شغله تصير يمنا. يلا هسه راح تصير قوانين جديده يعني ان شاء الله بالنسبه للتحاسب الضريبي كلها تخدم المواطن ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. والله املنا خير احنا. شنو هي العاملات؟ يعني احنا المعلمات بدنا ننظف الصف، يعني عندنا وحده لهذا اغسل الصف اكنسه زين، واصعد للطلاب اسالهم. انا انظف الصف بين يوم ويوم، ده اكنسه لهم واغسله. يعني ما عندنا عاملات وحده، والمدرسه كلش كبيره. شو تريد يعني؟ هم الله يساعدها، شو تلحق اداره ولا صفوف ولا حمامات؟ الاهم للطلاب يعني هاي الاخوان حمامات، هاي الممرات كلها شغلتها. الحمامات ايضا هم عندنا تعبانه. زين انا اشكركم جدا، اشكركم جدا، شكرا لملاحظاتكم كلها راح تكون يعني بنظر الاعتبار وتقدم لمكتب رئيس الوزراء ان شاء الله. واستاذ عدنان العربي اكيد، استاذ قاسم البديري، من يجون راح نقول لهم. ايش قد صار عندك وقت حبيبي استاذ احمد؟ 25. بالتالي مشاهد الكرام احنا راح نتوقف هنا في فاصل، ننتظرهم لان هم راح يجون حتى نقول لهم على كل الملاحظات اللي قالوها المعلمات وكذلك المديرة، بالإضافة إلى أنه من ناحية الأثاث، أثاث غرفة المعلمات يعني حقيقة هاي انتبهت أكثر من مدرسة، قديم وتعبان ومكسر وخليله. شوفوا مشاهدين الكرام، عذرا هم أخواتنا يعني، وهنا وهذا مو إحنا مدام جايين نحاول نقلل من قيمة هذا الصرح، بالعكس أو نقلل من قيمتهم، بالعكس هم يعني حقيقة صامدات في كل الظروف الصعبة، بس تباعون عليه يعني كلية تعبان وكذا وشي ما يصير. مفروض الأثاث مال المدرسة، أثاث المديرة، المعاون، المدرسة، المعلمات يكون مرتب وحلو. بعدين شنو هذا؟ شنو هذا؟ هاي الدوالي هاي وين هاي؟ ما عملها هاي، ما عمل كانت باعوا وينها؟ شنو هذا الدوالي هاي؟ من يقبل بها؟ منو يقبل بهذا الديلر؟ 30 سنة. ليش؟ ليش عيني؟ خلف الله عليهم بيناتهم مشترين صوبة وهذا نشوف بينا فوق. والله هاي هسه طفيت؟ يلا اي بالتالي يعني يتعاونون بيناتهم يلمون وكذا وهيك شيء. معلمة تنظف الصفوف تلزم الماسحة. اي والله. ليش؟ لان اكو مرة واحدة كبيرة ما تلحق 17 صف. على كل انا اللي الشيء اللي عجبني بالموضوع انه المدرسه كبيره ما مخنوقه انصبغت بين وجهها. اكو كان وعث لي ورا قالوا لي وصاخه ما اعرف شو كلها تنظفت ولكن تحتاج الى مولده. استاذ محمد شاع السوداني الله يحفظك، الله يحفظك عيوني. بس هذا المدرسه هي اساس صناعه مجتمع حقيقي، صناعه ادراك وفهم ووعي، صناعه مجتمع صحي، مو مجتمع مهلهل تعبان هزيل. دعم هاي الطبقه تحصل على عراق قوي، ما تدعمها عراق ضعيف، تعليم ضعيف. هسه شفتوا هاي البنيه قامت نسيت اسمها بالصف، شو اسمها كان رهف شلون قرات شامل نشيط بالمرور ما اعرف شنو كذا كذا. ليش؟ لان معلمه دا تعلمها بشكل زين وهي في صف وفي اجواء جيده جدا، بالتالي هاي استيعابها يصير زين، حبها للماده للقراءه تصير فشي بالمجتمع. كان عندنا مدرس مال رياضيات اسمه استاذ وحيد، احنا نشاقه بالصف وما ندش القصه وكذا والنكت وهذا اللي هيك يعلج وهذا يشمر ورقه وهذا ندار علينا. قال لك بابا كنتوا تظلون هالشكل، كنتوا ما تعرفون من راح يصير بكم وزير، يصير من عندكم مدير عام، يصير من عندكم هاي القصه. يا اعاده النظر عيوني، اعاده النظر في وضعنا في مؤسساتنا في طريقه التعامل مع مؤسسات الدوله وخصوصا التعليم. لك عيني هاي الوزاره اهم وزاره بالعراق، شلون النفط والله اهم وزاره. اشوف رواتبهم، اشوف ذول اللي المحاضرين يقول لي 360، قال 362 هذا المحاضر وبعدين 2020 وبعدين ما مثبت. ليش؟ ليش؟ اي ست تفضلي. عفوا استاذ، احنا ناشد رئيس الوزراء يعني المعلم مو من حقه ولو فد قطعه قاع. قدمنا مهمة. احنا كنا على القيعان وقدمنا يعني مو من حقنا قطعه ارض زين لحد الان مجمعات سكنيه. هسه الحمد لله والشكر البدء مجمع جواهري وكذلك علي الوردي وراح تبدي ثلاث مجمعات اخرى جديده ان شاء الله تم العمل بها، يعني راح يتم الشروع حتى تنجز
وبالتالي العراق مقبل على ثورة إعمار وإنجازات. الحمد لله والشكر هذا الرجل إجا وجاب الخير وياه كله بصراحة. يعني ده نحكي إحنا ومثل ما قلنا ألف مرة كنا قبل نقول يا ترى أكو أخطاء وأكو كذا، لكن هسه نشوف أكو تغيير، لكن يحتاج لبعد شوية نوعية بالتعامل غير شكل. بعد نريد نوصل لل مو مثالية ولا للكمال، كمال الله سبحانه وتعالى، ولكن نقدر نحقق. العراقي ذكي، إمكانيات عندنا وكليتنا، كل هالدش تشوفوهم يفتهمون يعني، بس ادعموهم بس لا أكثر ولا أقل. بعد هذا الفاصل طبعاً مشاهدي الكرام، دكتور فلاح القيسي كان له دور كبير في دعم شريحة كبيرة من التلاميذ في سنة من السنين عبر امتحان الذكاء، وما خلوهم يصيرون بالمتميزين. صارت مشكلة كبيرة وحاولنا جهد الإمكان ومن خلاله في وقتها أنه سيرموا قبلناهم كلهم قبله، وصار وبنوا لهم كرفانات ويجي شيء سوينا حمله ويا مجلس الاعضاء والمعلمين. بالضبط، انا اشكرك جدا. لا العفو. بالتالي اليوم احنا واجبنا ذول اولادنا تدري بالتاكيد، وبعدين احنا ما نريد نحرم واحد هو اجتاز الاختبار، يعني ما معناته هو مؤهل انه يكون المدارس المتميزين. واليوم حضرتك انت ايش تشتغل منصب؟ مدير عام تربيه الاصافه الاولى. بالتالي انت موجود بهاي المدرسه ليش؟ احنا والله جايين يعني بالتاكيد كل الشكر والتقدير لمكتب رئيس الوزراء على دعمه ومتابعته وحملات المكتب ل يعني اعمار وتنمية مبادره مدرستي اجمل. مبادره مدرستي اجمل اضافه الى الشكر والتقدير ايضا الى امانه بغداد لدعمها للحدائق المدرسيه. تدري هذا يعني هذا التعاون والشراكه الحقيقيه بالتاكيد تنطي يعني نتائج ايجابيه. احنا نتمنى انه كل المؤسسات، يعني احنا البارحه ايضا كان اكو مبادره لاحدى المصارف ايضا بدعم يعني شريحه الطلاب. اليوم اعداد الطلبه تدري على مستوى العراق جاوزنا 14 مليون طالب، يعني اكثر من 27 الف مدرسه على مستوى العراق. بالتاكيد كموازنه وكتخصيصات ماليه ما تقدر تغطي، خصوصا انه مدارسنا قديمه، يعني عندنا مدارس تجاوزت عمرها اكثر من 100 سنه. ايضا هاي راح ندخلها ويا دائره التراث انه نعيد هاي المدرسه وهي باعتبار يعني جزء من. زين دكتور، عذر المقاطعه، عذر المقاطعه، انطلق انا تعرفني صريح وصار رده فعلك وتفهمك الراقي. المدرسه بحاجه طبعا، يعني كمثال ناخذها، بحاجه الى اثاث، بحاجه الى سفالت، بحاجه الى دواليب. انا ذكرتها يعني بحاجه الى مولده. صح، وهاي شفتها في اكثر من مدرسه حكوميه اغلبيتها. انا اقول لك يعني نقول في 80% احنا شو نقدر يعني نقدم خدمه للمديره، حتى المديره بدورها وكادرها التدريسي يقدموا الخدمه للطالب والتلميذ. ايه مرحبا ست. احنا انا اقول هاي المبادرات اللي تطلع من هاي الجهه ومن ذيك الجهه بالتاكيد هو بيدعم من للمدرسه. صح. اضافه انه احنا انطينا يعني ضمن قانون مجالس الاباء والمعلمين انطينا دور للمجلس ايضا يعاوننا. بيصير بيتفكوا دكتور، يعني اكو مجالس، اكو مجالس متفاعله مع ادارات المدارس، اوكي، واكو من مثلا يعني التقيت بمدير مدرسه بالشعب قلت له قد مثلا لميت فلوس مثلا من اجل انه ترممون صفوف تصبغون كذا بيبان ما اعرف شنو، قال لي والله يعني طلعان الروح وكذا وما اعرف شنو 500 ألف، هاي ما تكفي. لا انا اقول لك ترجع على سياسه المدرسه اذا بها دوامين ومدى ادارتها. انا وديك المدرسه عندنا بحي اور مدرسه الامام علي بن طالب، وما اعرف اكو مدرسه ثلاثيه هي، اذا الطب تقول هاي مدرسه احاديه، طلاب اللي يطبون ويطلعون بها اكثر من 3600 طالب. لين الادارات متعاونه بيناتهم، لين مفعلين دور مجلس الاباء، لين مسوين شراكه مع المؤسسات والمنظمات والجهات اللي تدعم المدرسه، تلقيها المدرسه تقول عبالك دوامها احاديه. اذا اعاده نظر لازم في كل وصراحه، وايضا اعطاء دور كبير لمجلس الاباء ووضع قوانين مهمه جدا تعلق في يعني مكان واضح بالمدرسة. أستاذ فلاح هو من أول الداعمين المجلس الآباء وتفعيله وإعطاء ثقة التعاون
ثقة التعاون. يعني أول لقاء سويته أنا سويت اسمحي لي أنا مو قدامه ويدري هو أنا ما أجامل وسادة المشاهدين هم نفس الشيء، لكن إنسان عراقي أصيل. أنا أتذكر كل زين فد يوم وديته سحبوا دم من إيده، تتذكر من سحبوا دم من إيدك طالبات بالمتميزات بالعظم؟ قلت لي يا معود هاي إيش راح تسوي بيه؟ قلت لك لا دي خلي ما يخالف. بالتالي الرجل هو ليش وصل هذا المنصب؟ لأن متفاني وصادق في عمله. صحيح. احنا نتمنى له ونتمنى لكل شخص انسان مهني لانه مهني فيعرف شلون يتعامل ويانا، شلون ينطينا المجال انه نشتغل. تدري اكو عدم ثقه مرات تصير انه يتبرعون بفلوس وما اعرف شنو، هو هذا لغاها لغاها، قال اشتغلوا وانا بظهركم. وهاي مو هسه، هاي مع ذلك مع ذلك مع ذلك مساله التبرع هسه هذا الرجل اللي جايب دوشمه للرحلات لثلاث صفوف يعني. طبعا 16 كاميرا هم كان التبرع من اولياء الامور على كل يعني للمدرسه. تدري احنا تدري المجلس مجلس الاباء يعني هو يتبنى موضوع التبرعات وهو هو يتحملها، يعني ادارات المدارس هم جهه اشرافيه او خلينا نقول جهه اللي هي تقول مثلا احنا محتاجين صبغ فلان نحتاج كذا احنا كذا. مجلس الاباء هو اللي ينفذ، مجلس الاباء كله هو المسؤول يعني كاداره ما له علاقه. زين دكتور لطفا ولو زحمة عليك كوما اسئله هسه براسي ارد اقدر اقول لك الله يحفظك. ليش ما يصير فد مبلغ معين يعطى من قبل الوزاره دايركت الى مدير المدرسه؟ هذا نسعى له احنا يعني مثلا للأمانة. يعني انت كمديره مدرسه ايش قد سنويا تحتاجين حتى تكون مدرستك راقيه ومرتبه وما تحتاجين كل شيء؟ ما يعني ما اقدر احدد حسب الظروف، يمكن سنه تحتاج سنه ما تحتاج. يعني مثلا احنا فد مبلغ فد مبلغ هيك اردعه سابقا كانت اكو نثريه يعني المدارس يعني ما تقدر بهذا الوقت بحدود 250 الف دينار شهرياً. انا اقول لك من يصير 250 الف دينار شهريا اي على 3 ملايين انا بالتاكيد المدرسه راح تكون ما تحتاج كل شيء. إضافة إنه إحنا ساعدنا مشروع. نقدر إنه نسوي هيك قرار من يعني الدولة يعني أو برلمان يصوت عليه إنه كل مدرسة تعطى في بداية العام الدراسي أو قبله 5 ملايين دينار. شو 3 ملايين؟ 5 ملايين دينار. 5 ملايين تعيد المدرسة مثل ما كانت. قدرين أنتي 5 ملايين تخلين المدرسة؟ أخلاق المدرسة. مو؟ أكيد. مو دكتور؟ يعني فكرة كلش مهمة. فكرة ممتازة. خاصة إحنا عندنا فكرة همينة. من بداية السنة لما نسجل الطلاب نستغل المهن، مثلا دا سجل مهنة الطالب، هذا حداد، هذا نجار، هذا كهربائي، هذا اللي حستفاد من عنده بالمستقبل. زين هاي عذرا المقاطعة، الخمس ملايين اللي تطو هي بعدين تجون تقولوا لها وين بوبتيها روينا؟ تشكل لجنة اي تشكل لجنة واكو مجلس الآباء وتنطو في لا مجلس الاباء ما له علاقه بالنسبه لنا الخمس ملايين اللي تعطوها كتربيه للمديره. لا احنا عندنا هسه مشروع هو مشروع الاداره المستنده مع منظمه اليونيسيف. ادارات المدارس نعطيهم مبالغ يعني قد تصل بعض الاحيان الى 10 ملايين نعطيها لاداره المدرسه. اداره المدرسه شكل لجنه وهم يطلعون يجيبون الـ يعني اذا كان بناء او اذا كان صبغ او مثلا تجهيز او حتى بالنسبه للكهربائيات. بالمناسبه احنا مدرسه والآن دخل الدورة بس توقف ما صراحة فعل احنا ويا اليونيسيف. زين دكتور احنا نريد نتواصل وياك، احنا كنا قبل في قناة اليوم في قناة أخرى قناة الأيام. بالتالي أنا لأن من المعجبين جدا بحضرتك وبأدائك وبرقيك، هاي مو مجاملة الله يشهد يعني، ودورك الفاعل والكاريزما مالتك اصلا يعني انت مقنع، شخص مقنع يعني اتمنى لك كل التوفيق. بس نريد نفتح باب التعاون الاعلامي بيناتنا حتى نعرف سلط الضوء، لان انا اكثر من مره كنت اقول وزاره التربيه وزاره التربيه ونمدح سيد الوزير التربيه والمديريات وحضراتكم وكذا وهيك شيء، ولكن اريد ادخل بالمدارس بشكل يعني اكون يعني قريب جدا من الرحله من المعلم من المديره من انتوا ايضا جزء يعني من ينقل لنا الحقيقه. احنا بعض الاحيان كل المدارس ما نقدر نغطيها، يعني كمدير عام يعني أكثر من 700 مدرسة ويا الأهلية جزء يوصل 800 مدرسة ما أقدر أغطيها، بس من جنابك والجهات ومجلس الآباء والآخرين بالتأكيد ينقلون الصورة الحقيقية. إذا راح نفتح باب التعاون إن شاء الله الإعلامي من أجل أنه نخدمكم وكل شيء نحاول نذكره بالبرنامج هو يشهد الله لا للطعن ولا للإيجاد فضيحة أو فشي من هذا القبيل. وهاي تدري تختلف ولد هالبلد وإحنا خد هاي تختلف بعد أكو سنوات صفراء ما لنا علاقة بها. إحنا نحاول نسلط على المنجز وندعم ونطمح إلى أنه يعني ندعم كل يعني إحنا بالسنوات بالسنوات السابقة يمكن إذا تفتكر سوينا 11 ملعب تارتان بجهود مجلس الآباء والمعلمين. طيب سوينا معمل للرحلات اللي هو أول معمل بالعراق كله، معمل التحدي.
سوينا حملة مدرستنا بيتنا تتذكروها هي الدعوة اللي أحيت مدارس المبالغ اللي ساهم بها مجلس الآباء تجاوز 1.8 مليار دينار. أول مرة أنا أقولها ومسؤول عن كلامي بتاريخ وزارة التربية ما تفعل دور مجلس الآباء مثل ما فعلناه إحنا، بس خلينا القانون وخلينا الضوابط ومنحنا الإدارات الثقة. اليوم المدير ما يقدر يشتغل ترى بأي خطوة ينكتب عليه، بأي خطوة هو متهم. زين أنا اليوم عندي ثقة بالمدير دي يدير لي 700 إلى 800 طالب، ما عندي ثقة أأمنه ويا مجلس الآباء أصير عملية حملات التطوعية. إحنا هاي المشكلة الحقيقية، إحنا نمنحهم كل الثقة. بالتأكيد اللي يخطأ الخطأ غير مقصود ونقول له جيب إيدك ونعاونه، والخطأ المتعمد بالتأكيد أكو قوانين وأكو يعني. أنا أشكرك جدا دكتور وإن شاء الله نتواصل. مشاهد الكرام فاصل ونواصل، تفضلوا بالبقاء معنا. مثل ما تشوفون مشاهدي الكرام تم افتتاح هذه المدرسة من قبل حملة مدرستي أجمل. الأستاذ رئيس المكتب المخول بإعمار هذه المدارس من قبل السيد رئيس الوزراء الأستاذ عدنان العربي وكذلك الدكتور فلاح القيسي. حقيقة احنا نحاول جهد الإمكان نسلط الضوء على ما يتم إنجازه خلال هذه الفترة على كل الأصعدة وكل الاختصاصات والمجالات. وبالتالي اليوم هذه مدرسة في شارع فلسطين. ست العفو خلنا نفتر بالمدارس الله يحفظك. وبالتالي اليوم موجودين الأستاذ عدنان العربي رئيس مكتب التواصل الإلكتروني الحكومي، والأستاذ قاسم البديري أيضا، والأستاذ فلاح القيسي. بغيت انه نشوف هاي المدرسه شلون تم اعمارها. هذا الصف دخلنا بيه، خلينا ندخل بغير صف منك عدنان لطفا، يعني اكو مشكله هي مساله الكهرباء بصراحه، ارجوكم يعني الكهرباء مو يم يعني انتوا ستقدمون كل هذا الدعم. كيفه مولده كبيره للمدرسه؟ معكم مولده؟ عندنا مولده عندنا صغيره، يعني ما تكفي المدرسه كليتها من هاي الصغار الخمسه كي. ان شاء الله تتعالج ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. لا ان شاء الله ان شاء الله، بالعكس احنا اليوم كل مدرسه عازمين على بالتعاون طبعا مع سيد معالي وزير التربيه والاخوه مدراء التربيه مشكورين، وتوجيهات دوله رئيس الوزراء بخصوص حمله مدرستي اجمل اللي يقوم بها فريق التواصل الالكتروني الحكومي، انه كل مدرسه يجب ان تكتمل بالكامل من حيث التاهيل والرحلات والصبورات والحمامات ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اليوم احنا بحاجه الى مثل هكذا مبادرات، هاي المبادرات اللي تحاول جهد الامكان انه تصنع حياه، تصنع امل، بسمه على وجوه. ان شاء الله صحتي زينه ان شاء الله. شو رايك بالتغييرات اللي صارت؟ يعني الحمد لله، الحدائق، الكهرباء، الجدران، الرحلات نظيفه جدا. حديقة كلش حلوة عجبتك إن شاء الله. ماكو أي شيء نقصات بعد إن شاء الله بالمدرسة الحمد لله. والله أستاذ أكو من المبردة، المبردة هاي تشتغل بالصيف تحتاج كهرباء. مسألة الكهرباء إن شاء الله تحل جيد. إذا أكو إنترنت أكو صبورات ذكية شاشات راح يزودوهم بشاشات أيضا، وهذا فشي كلش مهم مشاهدين الكرام. وسائل توضيحية هي هاي اللي إحنا نحاول جهد الإمكان نسلط الضوء عليها. زين أنا أرد أسألكم من يجاوبني؟ 6 ناقص 1 إيش قد يساوي؟ 5. عفية. زين 6 زائد 1 إيش قد يساوي؟ 7. والله عمي صباح بالله العظيم، والله صباح يا بنت. أنت شو درسيهم 6؟ رياضيات عربي إرشاد أول. توفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم تم افتتاح مدرسة المستنصرية الابتدائية اللي انشملت من ضمن مدرستي أجمل، وهذه المدرسة يعني حظت باهتمام كبير بحيث يعني تأهيل الصفوف من كل جوانبها، من الرحلات إلى الصبغ إلى الكهربائيات، كذلك كل البناية. والشكر موصول إلى الأخوة في الوعي البلدي بإعادة الحدائق إلى يعني وضعها الطبيعي، وصارت بصورة جميلة. واليوم من خلال هذا الإعلام المبارك والقنوات الداعمة لهذه الحملة، نحن نحب أن نقول شكراً. اليوم كنا باجتماع مع معالي وزير النفط، والحمد لله ساهم في تأهيل 1000 مدرسة قادمة إن شاء الله، ومستمرة الحملة إن شاء الله. وكذلك الأخوة في شركة التعليم ساهموا بشمول 200 مدرسة بالأنترنت المجاني، والحمد لله. طبعا نقدم الشكر إلى السيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الذي ساهم ب1000 صبورة ذكية إن شاء الله توزع للمدارس. وكذلك إن شاء الله سننطلق يوم الاثنين القادم بإذن تعالى، ونتمنى مرافقتنا من قبل وسائل الإعلام بالشروع بتجهيز طلبة المدارس ببطاقة الدفع الإلكتروني لنشر هذه الثقافة بين المجتمع العراقي. شكرا لكم. عفوا، يعني ما هي المراحل لاستلام هذه البطاقة الإلكترونية؟ يعني هذه البطاقة الإلكترونية راح يبدأ بمدارس تجريبية في الكرخ والرصافة، وحددنا هذه المدارس، وإن شاء الله ستطبق العملية لمدة شهر للنظر في مدى يعني سهولتها أو صعوبتها والتعامل المعوقات ممكن أن تكون بها، وبعد ذلك تنطلق إلى باقي المدارس. يعني هل هناك فئات من الأعمار معينة؟ نحن استهدفنا المتوسطة والثانوية الآن في المرحلة الأولى. كم مدرسة لحد الآن تم ترميمها؟ الترميم المدارس يعني استثمرنا العطلة المدرسية الحمد لله خلال هذه الفترة اللي هي أقل من شهر 35 مدرسة، وما زلنا مستمرين الحمد لله. نحن نشكر مدراء المدارس الذين يساهمون حقيقة، والأخوة مدراء التربية المتعاونين، وبالتأكيد نشكر السيد معالي وزير التعليم العفو التربية يكون مواكب معنا أول بأول. وكل هذا الجهد هو برعاية دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني ودعمه الحقيقي لهذه الحملة، مستمرين إن شاء الله في بغداد وفي كل المحافظات. دكتور، ما هو رأيك بهذه المبادرات، مبادرة مدرستي أجمل؟ نعم، يعني بداية كل الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء وأيضا إلى مكتب دولة رئيس الوزراء على هذه المبادرة الجميلة اللي أنطت دعم وحافز بتفعيل حتى مجالس الآباء. يعني راح يصير هنالك منافسة ما بين الجهات الداعمة لمدارسنا. الشكر أيضا موصول للجهات الساندة، الشرطة المجتمعية، أمانة بغداد، أيضا هنالك جهات أخرى لتدعم هذه المدارس. بالتأكيد يعني هذه المبادرات مطلوبة من خلال تفعيل العمل التطوعي، وأيضا مدارسنا بالحقيقة بحاجة. يعني أغلب مدارسنا خصوصا في بغداد مدارس قديمة يطلب هذا التعاون وهذا الجهد. نجدد شكرنا وتقديرنا للجهات الساندة وأيضا لمكتب رئيس الوزراء، لكل العاملين بهذه الحملة الجميلة في مشروع أو برنامج مدرستي أجمل. من جديد مشاهدينا الكرام، لقاء مع أستاذ قاسم البديري، أيضا هو أحد أعضاء حملة مدرستي أجمل. مبارك لكم هذا الشغل، نشكركم، نتمنى عليكم أكثر. هسه احنا صورنا والمشاهدين شافوا، وشافوا الصفوف وشافوا الكذا وشافوا المؤتمر الصحفي أيضا، شنو الجديد اللي راح تقدرون تقدموه؟ أستاذ، احنا هذا كل اللي نقدمه هو نعتبره شيء قليل، يعني إن شاء الله القادم أفضل. اليوم كنا ويا معالي وزير النفط قبل ساعة تقريبا، الحمد لله والشكر استحصلت الموافقة
بترميم ألف مدرسة مثل هاي المدرسة اللي شفتوها ألف. أي نعم، المدارس القديمة الحمد لله والشكر. إحنا اليوم مثل ما تدري إحنا مدرسة المستنصرية الابتدائية المختلطة واقعة في جانب الرصافة بالتحديد منطقة شارع فلسطين. الحمد لله والشكر مثل ما شفتها قمنا بزراعة المساحات الترابية، رفع الهياكل الحديدية، صبغ المدرسة بالكامل، إعادة تأهيل الحمامات، تزويد الإدارة ببعض الأثاث، والحمد لله والشكر مثل ما شفت المدرسة. إلى مولدة ويرادهم كم سبليت هاي تنسق بهم الصناعة. أستاذ بالنسبة لهذا الموضوع تدري إحنا وزارة الصناعة شاركت ويانا بالعديد من الحملات، شاركت في حملة بين أهلنا اليوم إن شاء الله. وزارة الصناعة راح تكون داعمة أيضا حملة مدرستي أجمل من خلال تزويد الصفوف بالمبردات والسبالت. الله يحفظك، ممنون، أشكرك. إذن مشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج أبشر، إنه اليوم كانوا موجودين الكثير من الأخوة اللي هم يحاولون جهد الإمكان تغيير واقع موجود في مدارسنا إلى واقع أفضل من أجل هؤلاء التلاميذ حتى يحصلون على تعليم ممتاز في مدرسة صالحة للتدريس يستحقها المواطن العراقي وتستحقها أختنا المعلمة اللي فنت نفسها وعمرها ولكن ما حسبوا درجتها الوظيفية بشكل صحيح مثل ما قالت، مثل ما ست أم الرياضة ما عندها لحد الآن تجهيزات رياضية، مو ماكو تجهيزات رياضة، غرفة رياضة ما عندنا، لا ما عندنا أي تجهيزات. يعني اكو مشاكل كثيره، تعالوا دوروا عليها وشوفوها موجوده. احنا من نصبغ المدرسه ونرممها ونخلي بها كهربائيات ونسوي الحمامات، هذا واجبنا وهذا واجب الجهات المعنيه، ولكن اكو تفاصيل ادق هم لازم نركز عليها اللي هي مساله انه الرياضه انه يكون عندها مستلزمات كامله، درس الرياضه مهم جدا ينمي طاقات البشريه. وهسه لو اسال كل المعلمات باختصاصاتهم هم اكو معاناة. على كل احنا حاولنا انه نسلط الضوء بشكل تلقائي وحقيقي بدون اي تزويق، ووعدنا الدكتور فلاح القيسي انه نسوي لقاءات وياه، وعرفنا انه مشكور السيد وزير النفط المحترم راح يدعم حملة مدرستي اجمل بترميم الف مدرسة، وهذا فشي كلش مهم. بالتالي احنا مستمرون معكم مشاهدينا الكرام لتسليط الضوء على كل ما هو يخدم المواطن العراقي بدءا من المدرسة، بدءا من هذه الشريحة المهمة اللي هي المفروض مستقبل البلد إلى كل أروقة الدولة. وبالتالي مشاهدي الكرام لا يسعني الآن أشكر أحمد بيرم اللي تعب اليوم كل شيء هواي، وأنا علي خالد اللي يركض بالكاميرا والستاند ويجي منا ويصعد منا، أنا وأخوي شو اسمه نسيت تذكرني اسمه حيدوري حبيبي اليوم ما أدري منو قال له اليوم ايش تسوي، قام يصعد فوق وينزل هيك يروح هيك. شكرا لحيدر رحيم، شكرا لعلاء صالحي، واكيد سمهر الورد اللي حقيقه يعني بالمونتاج والاخراج وكل شيء والملاحظات، وبالاشراف الاستاذ زين العابدين الحيدري. انتظروني في حلقات اخرى من برنامج ابشر، ابشر يا عراق. اتمنى انه القادم افضل وافضل، كل التوفيق للسيد رئيس الوزراء والكابينه الوزاريه في مالك.